السلام عليكم. عندنا حس مادة النشاط العلمي ودرس جديد تأثير التلوث على الجهاز التنفسي. الهدف من هذا الدرس هو تفسير تأثير التلوث على الجهاز التنفسي. إذن لنلاحظ الوثيقة المدرجة في الكراسة، ماذا تبين الوثيقة؟ إذن رقم واحد، أو تبين الوثيقة رئتان. رقم واحد، هي رئة لشخص لا يدخن. لاحظوا معي، هذه الرئة هي رئة سليمة ونقية. رقم اثنان، هي رئة لشخص يدخن. لاحظوا، هي رئة لونها أسود فهي ملوثة أو أصابها تلوث. إذن قلنا في الدرس الماضي بأن الرئة هي من أعضاء الجهاز التنفسي. هذا يقودنا لطرح تساؤل: ما تأثير التلوث على الجهاز التنفسي؟ إذن اكتبوا: ما تأثير التلوث على الجهاز التنفسي؟ إذن نفترض بأن التلوث هو مضر بالجهاز التنفسي. إذن نكتب: التلوث يضر بالجهاز التنفسي. إذن السؤال الأول: أقارن الهواء المستنشق في الحالتين وأتمم كل جملة باستعمال الكلمات: ملوث، نقي، مفيد، مضر. إذا لاحظوا معي صورتين. الصورة الأولى تمثل فضاء فيه شخص مدخن، الصورة الثانية تمثل فضاء طبيعي غابوي. إذا الصورة الأولى، كيف هو الهواء المستنشق في الصورة الأولى؟ إذا الهواء المستنشق هنا هو طبعا هواء ملوث أم نقي؟ هو هواء ملوث طبعا. وهو مضر أم مفيد؟ إذن الهواء الملوث مضر بصحة الجسم. إذن نكتب الصورة الأولى: الهواء المستنشق ملوث ومضر بصحة الجسم. إذن ننتقل الآن إلى الصورة الثانية. إذن الهواء المستنشق في الصورة الثانية هو هواء نقي ومفيد. إذن نكتب الصورة اثنان: الهواء المستنشق نقي ومفيد لصحة الجسم. إذا السؤال الثاني: أضع علامة في خانة الرسوم التي تمثل أمراضا مرتبطة بالتنفس. إذا الصورة الأولى تمثل مرض الحساسية. إذا مرض الحساسية هو من الأمراض المرتبطة بالتنفس. إذا نضع علامة. الصورة الثانية هي مرض للربو. إذن هذا المرض هو مرتبط أيضا بالتنفس. ثم الصورة الأخرى هي مرض السل. إذن هذا المرض مرتبط بالتنفس. إذن ثم الصورة الأخيرة، عندنا مرض تدرق. إذن هذا المرض ليس مرتبطا بالتنفس. إذن لا نضع علامة. إذن نضع علامة في الصورة رقم 3، الصورة رقم 4، والصورة رقم 5. إذا الصورة رقم 6 ليست مرتبطة بأمراض أو ليست مرتبطة بالتنفس أو الأمراض المرتبطة بالتنفس. إذا أستخلص: أحافظ على سلامة أعضاء جهازي التنفسي ب: تجنب الأماكن المغلقة والملوثة، استنشاق الهواء النقي الذي أجده في الغابة والحقول. ده الآن أستثمر بمساعدة أحد معارفي، أبحث عن بعض السلوكات المضرة بجهاز التنفسي وأحدد سبل الوقاية منها. إذن هنا نعطي مثالا لبعض السلوكات التي قد تكون مضرة بجهاز
التنفسي أو التي ستضر طبعا بجهاز تنفسي. إذا مثلا نعطي مثال: استنشاق دخان السيارات والحافلات. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا حصة اليوم. نقرأ المصطلحات الواردة في الكتاب. عندي ملوث بوليي، نقي بيغ، حساسية أليرجي، ربو أزم، سول توبركولوز، تدرق غواتر.